مطار بوكيت هني عندهم هذا فري بوكيت ماب، تاخذ واحدة من هذيلة فري. او شو عندهم بعد فري؟ بوكيت ماب فري، مناخذ كلن لانه شركات منتعرف منقرا عن بوكيت. هذا شو هني افضل شيء تاخذ بروشورات. مسير يا هذا التاكسي بياخذ تقريبا 800 بات، تقريبا مال 80 درهم اماراتي، يودينا لين الفندق. وين تاكسي؟ هاي سفينة الصحراء، سفينة بوكيت. حاليا طلعنا من فندق، بتكلم عن الفندق بس خلوني اوصل اللوبي عشان اراويكم اللوبي وانا اتكلم. هذا وين الغرف؟ الغرف جلبناهم فوق تحت لان كنا مستعدين. الحين بنروح نتمشى في الشوارع ونعرفكم على بعض الشوارع خلال الليل، بس خلوني اوصل اللوبي ان شاء الله بخبركم شو صار لنا مع الفندق. السلام عليكم، ولله الحمد وصلنا الى الفندق، يسمونه باتونغ بيتش هوتيل. اخبركم شو صرنا هني في الفندق. انا بعدني ما شفت المنظر من برا، ولكن بتكلم عن شو اللي صار، كيف الحجوزات وهذا. وهذه الشخص اللي تحجز حق الرحلات، نزلت لنا رحلة جيمس بوند تقريبا. هاو ماتش جيمس بوند؟ 3500 بار من عندها. اي يوم تون تعال عندها وتحجز لكم ان شاء الله. انزين الفندق هذا اول ما تحجز، انا حجزت عن طريق booking.com. عليك السلام ورحمه الله. عن طريق booking.com تقريبا سعره الله يسلمكم بالدرهم الاماراتي 610 دراهم، تقريبا 610 دراهم. 610 دراهم بالتايلندي 5920. المهم يوم تيجي تحجز هني انتبه، عرف شو اللي لك واللي عليك، لان هني اذا ضيعت البطاقه يدفعونك 300 بات. يحذرونك يقول لك والله اذا دخلت حد هني من اصدقائك ندفعك 300. انتبه للغرف، مثلا انا طالب سريرين يعطوني سرير واحد. يوم كلمت قال والله انت حاجز، يوم راويتهم البوكينج دوت كوم على طول اعطوني بسريرين. خلينا نتمشى. بعدني ما اقدر اقول لكم شو الفندق، ولكن هذا مثل ما تشوفون خلفي في مطعم، هذا كوفي شوب وفيه الفيتر. هذا الريسبشن الحين براويكم، هذا الريسبشن، هذا الريسبشن، هذا اللي هني تناقشت وياهم انا. بس بعدنا باكر ان شاء الله جولتي باكر بخبركم مواصفات الفندق من برا. بس شكله ممتاز، واللي عجبني اكثر في الفندق انه في وسط باتونغ بيتش، في وسط باتونغ بيتش، يعني يوفر عليك الطريق وهذا. بس ان شاء الله باكر بعرفكم عليه. اذا الفندق كان زين بقول لكم زين، انتم بروحكم شوفوا كل اللي صار لي بقول لكم اياه، وبشوفوا انتم بعيونكم. وحتى الشخص اللي قال لي روح باتونغ بيتش، اذا انا صراحه عجبني بقول عجبني، واذا ما عجبني ترى ما عجبني. وكل الناس اذواق، بس لحد الان اوكي. هذا مدخل الفندق وين نزلنا التاكسي هني. هذاك الشارع شفتوا هناك، هذاك الشارع باتونغ بيتش. البيتش في هاي الجهة، يعني تقريبا مال 150 متر. هاي بتكون جولة ليلية لان احنا وصلنا على المغرب، بتكون جولة ليلية وصلنا على المغرب. ان شاء الله باكر بيكون فيديو ثاني. بالاصح مثل ما قلت لكم حجزت رحلة بحرية اليوم كامل من الساعة 7، من الساعة 7:40 لين الساعة 5 العصر. جيمس بوند بيعرفون على ماكن، ما اعرف كيف نظامهم.
وما نشوف بعد باكر شو كيف النظام. بعد ما كملنا دقيقتين في من طلعنا من الفندق حصلنا هذا بديكير مينيكير يسوون فوق والمساج يسوونه تحت، وهاي محلات بسيطه هني. شكله مول هذا صراحه جيد، كل ما قرب المول من مناطق سياحيه ووفر عليك المشي وهذا يكون افضل، لانك انت اصلا هني في بوكت. في رايي الشخصي الناس هني في بوكت، يعني انت اصلا مو بتنام في الفندق، اصلا انت بتطلع من الصبح لحد بالليل اذا انت صاحب اكتيفيتي وصاحب انشطه رياضيه بحريه، يعني ما بتجلس في الفندق. هذا هاي يسوون بديكير مينيكير، شكلي بيهم يمكن باكر ما ادري، يمكن الحريم بس عندهم غرابه هني. No, thank you. Tuna. Tomorrow. التكاسي موجودة بكثرة يعني عندهم. Oh, sorry. أيوة عاجو. هذا ترى على فكرة هذا نوع من أنواع الدعاية، يوم رويتكم شيء ما أقصد شيء منه، ولكن نوع من أنواع الدعاية الموجودة عندهم هني في بوكيت. عندهم مطاعم محلات على طول الشارع هذا، صراحة ما أعرف شو اسم الشارع هذا. الحين قاعدين ندور لنا مطعم. خلنا نجرب، خلنا نجرب التاكسي، خليه يودينا ستاربكس. هذا موجود والله الحمد لله، يوم جبت بطارية قامت تفضي الحين. هلو ما شاء الله، هاي يسوون سويت، هذا كأنه يقلونه قلي. عندهم هالالعاب هاي في الشوارع، عندهم ما شاء الله هاي الجوات اللي شفناها. وين وين اقول لك الجواتي. السلام عليكم. ها شنط تقليد. بريا نی چپاتی کیما خوبیان مسوی سیکھا با دیسن آل آل آئی ہے